الله ورسوله ما بعد ذلك الصلاة والسلام الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال التبيان في كتاب للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. الحديث هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ واقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يقال لصاحب، الصاحب في القرآن الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا صاحب سيء والعياذ بالله. شوف الآيات في سورة الفرقان، سورة الفرقان بمعنى أنها تفرق بين الحق والباطل. ويوم يعض، شوف الوصف القرآني. احنا وقت اللي مثلا الإنسان يندم على حاجة ولا يعمل شيء، شو يعمل؟ يعض على صبعه ويقول يا ليتني. يوم القيامة الإنسان شو يقول؟ يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني صاحبا، لقد أضلني هذا الصاحب السيء عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. شوف الآية اللي بعدها: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شوف الآية هذه وقت الجيل، بعد ما حدثنا القرآن عن الصاحب السيء الرسول صلى الله عليه وسلم بما اشتكى إلى ربه، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع، منها هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل بالقرآن الكريم، هجر التداوي بالقرآن الكريم، هذه كلها من أنواع الهجر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة، لصاحب، شوف يعني لا يفارقه. لو تقول لك صاحب، قلت فلان صاحبي في الصباح معاه وفي المساء معاه، ما نشرب القهوة إلا معاه، ما نجي للجامع إلا معاه، صاحب. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى، اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. والجائزة فين؟ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وذلك بجوار الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم، فكلما قرأت آية وحفظت آية إلا ورب يرفعك بها درجة في الجنة. إن شاء الله كلنا رب يرفعنا درجات في الجنة حتى نكون بجوار الحبيب. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك، هاي الجائزة العظمى الكبرى، قلت لكم في الحصة الماضية العملة يوم القيامة حسنات، العملة يوم القيامة حسنات، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وذلك بجوار الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أحد الطلاب الليبيين كان يقرأ على شيخه، ولكن كرم ربي كان بثلاثين حزب وحافظ، الليبيين يحفظوا حفظ ما شاء الله، تماش خاصة في المغرب العربي هما الوالة في الحفظ، بلاد المليون حافظ، حفظ وإتقان لا مثيل له. كان يقرأ على شيخه حافظ ثلاثين حزب، اختم عليه الثلاثين، ومن بعد جاء في طريقنا بحذا الشيخ وبدأ يبكي، فعيط له الشيخ قال له لماذا تبكي؟
ما شاء الله عليك يا بني، تلاوة طيبة وإتقان وحفظ. قال له تذكرت هذا الحديث، لو يتوفاني الأجل الآن النصيب اللي عندي ما يوصلنيش لهذا الحديث. 30 حزب، وفي الحديث درجات الجنة بعدد آيات القرآن. قال أنا عندي 30، الرصيد بتاعي ما يوصلنيش للمنزلة حتى أكون بجوار الحبيب. فبكى الشيخ وبكى كل الطلاب. شوف كيفاش انظر للمسألة. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وذلك بجوار الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي يليه، وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه. إن شاء الله كلنا نقرأ القرآن ونعمل بما جاء فيه. أي نعم، إيش كانت الجائزة؟ قال: ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. رواه أبو داود. من قرأ القرآن وعمل بما فيه. أي نعم، إيش كانت الجائزة؟ ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه، هذا التاج أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. لذلك الإمام الشاطبي في حرز الأمان يقول: فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. يعني يقول لك التاج هذا يغبطهم الأنبياء والشهداء والصالحون. يغبط شكون؟ ها؟ الوالد وإلا الوالدة اللي عندها ولد وإلا بنت تحفظ القرآن الكريم. ألبس والداه، ها الجائزة. احنا قلت نحب يقرأ في أرقى الجامعات ونصرف عليه ويلزم يوصل للمستوى اللي نحب عليه هنا في الدنيا أيوه في الآخرة. الجمع بينهما هو الأفضل. كما تسعى باش تقريه ويكون من الفائزين ومن المتقدمين، لابد أنك، لأن يوم القيامة الإفادة لك أنت. من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس من؟ والداه تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. يوم القيامة ولدك وإلا بنتك لتحفظ كلام ربي تلبسك تاج. التاج هذا الأنبياء يقولوا ما شاء الله من أين له هذا. يغبطهم الأنبياء والشهداء على هذا التاج. فكل إنسان يحرص على أنه ولده، وشوفوا راه اللي حافظين القرآن الكل تلقاهم متميزين حتى في الدراسة بتاعهم على أصحاب. اللي جاب في البكالوريا عم ناول 20 حافظ لكتاب الله عز وجل. الجمع بينهما هو الطريق الصحيح، مش ما ينحرفش. كما ذكرت أنا قلت لكم تو بلادنا مرتع، عبدة الشيطان، قوم لوط، التنصير، المخدرات، الإلحاد، الزطلة، كلها موجودة. كيفاش يتحصن ولدك إذا كان أنت ما توجهوش على القليلة ساعة في الأسبوع؟ احنا كنحرص الرياضة وكل شيء يعمل والكورة باهي، كله باهي، كله ترهيد عن النفس، لكن أين القرآن؟ ولينا يا رسول الله واحد يفتح المصحف يقرأ بالغالط، بعد ما كنا نصدر العالم للعالم العلوم الشرعية والقراءات. كل العلماء الآن في علوم القراءات وعلوم التفسير تلقى في المكتبة نتاعه غيث النفع في القراءات السبع. لمن؟ لسيد علي النور السفاقسي من صفاقس. هذا لا تخلو مكتبة من هذا الكتاب. يعني علماء تونس، الطاهر بن عاشور كي تخرج البر يقول لك بن عاشور، تحرير والتنوير، دراسات عليا في الأزهر الشريف يدرس. هذه تونس. فبالتالي الحديث هذا كل إنسان يقف معه. أي نعم، رحمه الله وأمثاله كثر. من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي
عمل بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.